بسم الله الرحمن الرحيم. العمانيون أصحاب عبادة ويحرصون على بناء المساجد بالقرب من هذا النهر أو الفلق. ما شاء الله تجد هذا المسجد السابق لا شك أنه عامر وهو مسجد كبير، ويدل على أن طبعا المزارع قد يأتيه سقي الماء في الليل أو قرب الصلاة، ومجموعة من المزارعين هنا فبالتالي تحضر الصلاة تحرصون على أداء الصلاة في جماعة. الاسم الكريم محمد السيد صالح. الأخ محمد، ما دلالة وجود المساجد يعني قرب المزارع؟ تفضل. دلالة على اهتمام المواطنين بتعاليم الإسلام والدين الإسلامي، حتى لا تفوتهم من الصلوات الخمس أو غيره. ربما يكون مسكنهم بعيد عن المزرعة، وهم يقضوا وقت كبير يعني في المزارع، اهتمام بالمزارع، فتحين وقت الصلاة فيؤدوا الصلاة مباشرة في كل وقتها، كل صلاة في وقتها، لأن المسجد قريب ويكون مجرى الماء قريب. ما رسالتك للآخرين حول هذا المسجد؟ ما هي نصيحتك؟ ما الذي يحتاجه مثل هذا المسجد الآن؟ رسالة اهتمام بالمسجد، ربما ترميم أو بعض المسمون، وهم استغنوا عنه بمساجد حديثة وطلعوا من هذه المنطقة ما فيها يكون مساكن وشيء مساجد بديل، لكن اهتمام بالمساجد القديمة زين كآثار أو يعني تراث. إذا يحتاج المسجد إلى تنظيف، إلى إصلاح، يعني يكون مأوى للثعابين أو الأقارب أو ما شابه ذلك. إذا مثل هذا المسجد يحتاج إلى عناية واهتمام، خاصة الأشجار قد نبتت في الداخل، فنسأل الله سبحانه وتعالى يقيض له أناسا يعتنون به.